باستديو جديد بصباح يوم الأحد بروفيسور حسين مشيمش. رح نحكي عن مرض السمنة، هو المرض الشائع واللي صنف من أخطر الأمراض على الكوكب. أهلا وسهلا فيك دكتور بروفيسور حسين مشيمش، نورتنا وشرفتنا. منورين أنتو. نحن أول شيء مبسوطين فيك كونك حدا يعني عارف كليا بكل ما تفعل باختصاصك، حدا له علاقة إنسانيا أيضا بالمرضى بحالاتهم الاجتماعية، حتى هذه على جنب، أنا على الهامش عم بدوي عليه، حالاتهم الاجتماعية والطبية والإنسانية. نفتخر بك، طبيب من الجنوب وطبيب من قريتي أيضا، فأهلا وسهلا فيك. حضرتك منسق الدروس السريرية بالجامعة اللبنانية بكلية العلوم الطبية، وأيضا رئيس الجمعية العالمية لجراحة السمنة بلبنان بفرع لبنان، ومسؤول اللجنة العلمية بالجمعية اللبنانية للجراحة العامة لدورتين سابقتين، وأيضا المدير الطبي بمستشفى الزهراء بمركز طبي جامعي. هلأ إذا بدي سمي شو أنت مدير وأي شهادات أخذت ما منخلص، حضرتك هالقد جامع وهالقد دارس وهالقد عارف باختصاصك، اهلا وسهلا فيك. الله يحفظك. اخترنا معك مرض السمنه، بدنا نعرف نحن ومشاهدينا اللي قاعدين هلا عم يحضرونا كيف نعرف هذا المرض هيك طبيا واجتماعيا. السمنه هي المنظمه الصحه العالميه بسنه 1991 بلشت تعتبره كحاله مرضيه. نعم. سابقا عبر التاريخ كانت السمنه هي معيار الجمال. نعم. وكان لما صارت الهجرة على أمريكا بالقرن السادس عشر، فكانوا ينقوا نساء سمينين لأنه بيعتبروهن أنه بيقدروا يشتغلوا وبيقدروا يجيبوا أولاد، وبنفس الوقت كان معيار السمنة بهذا الوقت. بعدين فيما بعد يعني لاحظنا أنه السمنة هي مش بس معيار جمال، يلي بعدها معيار جمال بجزر الكوك بالباسيفيك يلي هي تعتبر من الدول الأكثر فيها نسبة سمنة تتجاوز 50% من السكان الموجودين بجزر الكوك وحواليها هن سمينين. نعم. لأنه معيار الجمال عندهم السمنة، عندهم المرأة الناصحة بنقول نحن بالمحكي، معباية أو ناصحة. نعم. فبالنسبة للسمنة هو صار مرض العصر، لأنه إذا أنا بأخذ الدول يلي مصابة بالسمنة يلي هي بتجي بطبيعة الدول، أول الدول هي الولايات المتحدة الأمريكية، بعد منها المكسيك وكندا وأستراليا. نعم. يلي هني لحالهم هودي الخمس دول بيشملوا تقريبا 60% من السمينين بالعالم، والسمنة بالعالم صارت حاليا بحدود 13% من عدد السكان. يعني إذا بدي أخذها بعين الاعتبار قديش العدد الإجمالي، فبيطلع بحدود 650 مليون نسمة. نعم. عندهم هذا المرض، عندهم سمنة بهذا المرض. وبسنة 2022 المنظمة الجراحة السمنة العالمية والجراحة الأيضية مع الجمعية الأمريكية بدراساتهم المتكررة والمتتالية أكدوا أن السمنة هي المسبب لأربعين حالة مرضية وسرطان، وبذلك لازم تؤخذ بعين الاعتبار ومعالجتها على أفضل وجه. بالإضافة نحن كان عندنا مؤشر كيف نعرف السمنة يلي هي نأخذ بموجبها الوزن والطول ونعمل معادلة بيناتهم. فهلا حتى حديثا يعني صارت هذه عم تقول مش اي شخص ناصح هو سمين 100% في معادله رياضيه رياضيات يعني 100% كيف تحسبوها؟ هلا بنحسب نحن الوزن بالطول، بيطلع عندنا رقم معين بنضربه بكوفيشن معين بيطلع عندنا رقم، اذا كان بين ال 20 25 بنعتبره نورمال، 25 و 30 بيكون هو زياده وزن، 30 ل 40 سمنه، فوق ال 40 سمنه مرضيه. الا ان هلا بدراسات جديده نتيجه الهيكليه للاشخاص هذا الرقم لا يطبق على كل الناس. يعني إذا بيجي باخد الصينيين ما في يقول أنه 30 بتبلش السمنة عندهم نتيجة تركيبتهم. نعم. فلازم تكون أقل من هيك، يلي هي لازم تكون 28.5. بنفس الوقت إذا بيجي باخد البلدان الشمالية بأوروبا، شمال أوروبا يلي هي قامتهم طويلة والفرام تعولهم عريض، فهذا لا يطبق عليهم هذه القاعدة. هذا القاعدة بالضبط. نعم. يعني فصارت هلأ القاعدة هي تؤخذ بحسب البلدان. نعم. وحسب الحالات المرضية بحد ذاتها. نعم. طيب عرفنا السمنة بطريقة كتير هيك تفصيلية ومفيدة. اللي بدي أقوله أنه لما يجي لعندك مريض يعتبر نفسه سمين، تقدر أنت كحكيم تقول له أنت منك سمين، ما بدك يعني مثلا عملية،
نقدر نعالجك بطريقة أسهل؟ يعني بتصنف والشغلات بتقنعهم ولا؟ أكيد الفكرة بالسمنة أول شغلة هي منا شغلة وحدة عم يخليه الواحد أنه يسمن. أيه؟ السمنة هي تراكم قضايا يلي بتخلي الواحد أنه يسمن، مش بس الأكل، مش بس يعني الأكل. عندي أنا الحركة اللي بقوم فيها، عندنا الأكل طبيعته، عندنا الميتابوليزم تعوله قديش بيقدر يصرف وقديش ما بيصرف يعني. نعم. عندك شغلات كتير تدخل، شغلات نفسية يعني بالزبط. فالقضايا اللي تتدخل الناس بيقولوا نحن ما بناكل كثير 100% بس بننصح 100% هذا له علاقة بالميتابوليزم تبع الجسم 100% يعني نعم. قديش يعني قديش بيقدر يصرف الواحد بنفس الحركة ممكن اثنين يعملوا نفس الحركة واحد بيصرف أكثر من الثاني بهذا الموضوع، فإذا أكلوا نفس الأكلة واحد منهم رح يسمن والثاني رح يضلوا وضعه بالزبط. طبيعي يعني بهذا الموضوع بالزبط. فمشان هيك السمنة هي منا شغلة واحدة، هي السمنة شغلات وأكثرها تقريبا هو موجود بالدماغ يعني هو الدماغ اللي هو المحرك الأساسي لهذه العملية. نعم. فأنا لما بدي إجي أعمل عملية على المعدة بالوقت المشكلة هي بالدماغ، فمنتها أني أنا عم بروح باتجاه الخطأ. فلازم تكون عندي فكرة كاملة عن الموضوع، شو هو السبب الرئيسي بهذا الموضوع واللي بدي أشرح له إياه. مثل ما نحن منقول لما أنا بعرف ثلاث أرباع المشكلة من تعرفت كل الحل، عرفت كل الحل. حلو كتير. يعني مش اي مريض هلا عم بيسمعنا بحس حاله سمين معناتها بينعمل له عمليه. لا. ان كان ربط ولا تصغير بالضبط 100%. نعم. الفكره بهذا الموضوع هي ان نحن نتعامل مع السمنه كحاله مرضيه، بس منا حاله مرضيه احاديه الاتجاه، هي حاله مرضيه تشمل كل الاختصاصات. يعني من هون اهميه يلي هي اذا بدنا ندخل فيه اهميه المراكز المتخصصه بهذا الموضوع. نعم. لحتى يكون المريض عاملين كل الفحوصات اللازمه من جهاز هضمي الى قلب الى رئه الى غدد ايضيه الى نفسيه. نعم. لما نحن بنشمل هذه الامور كلها سوا وبنشوف نحن وين ممكن ان نساعده باي مجال من المجالات لحتى ممكن نوصل او ما نوصل الى العمليه الجراحيه اذا هو بحاجه او مش بحاجه لها. حلو كثير. طب حضرتك تحت الهواء خبرتني انه النظام الصحي بالدول المتطوره بيجري هذه العمليات او هذه العلاجات بمراكز متخصصه، يعني ربما نحن عندنا هذا الشيء بس قليل. فليه انه مركز مش بمستشفى عام في كل شيء بقلبه؟ مثل ما قلت لانه الاسباب العديده للسمنه بتحتم علينا على انه يكون في معها تعامل متعدد الاتجاهات وكذا كذا طبيب مختص بده يشارك بالقصه 100% لازم يكون، لانه اول شغله كرمال شغلتين، اول لحتى نحط التشخيص المناسب لحتى نختار العلاج المناسب للحاله المرضيه اللي هو يعاني منها. نعم. والشغله الثالثه اذا كان في هناك عمليه جراحيه بكون المريض محضر بطريقه طبيه ونفسيه للعمل الجراحي، عم يتعامل مع ناس اخصائيين عندهم باع كبير بهذا المجال. هذه وحده. الشغله الثانيه بدول الاوروبيه في شغلتين بتدخل بعين الاعتبار، المنحنى التعليمي يلي هي بسموها learning curve، يعني أنا لما بدي أعمل عملية أو عمليتين بالسنة فمهما عملت عمليات رح تضل تكون محدودة وخبرتي رح تكون بهذا المجال محدودة. نعم. وتعاملي مع المضاعفات رح تكون محدودة بالزبط. بينما لما أنا بعمل بالسنة ما فوق 50 أو 100 عملية هون المنحنى التعليمي تعولي أنا تخطيته يلي هو learning curve وصرت واصل بمرحلة أن تكون النتائج توازي النتائج العالميه، وبنفس الوقت اذا صار في عندي مضاعفات قادر اني اتعلم عليها اتعامل معها بطريقه بروفيشنال يعني بالزبط. بطريقه اختصاص. افتتحتوا بلبنان مركز خاص لهذا افتتحنا لهذا المرض او لعلاجه بالضبط 100%. وهذا كان من خطوه متقدمه صح بعالم الطب. نحن مصرين على ان تكون هذه العمليات الجراحيه تقام فقط بمراكز متخصصه لحتى نتحاشى المضاعفات اللي ممكن تنتج عنها. نعم. لانه انا لما بدي اعمل عمليه ومش قادر اني اتعامل مع المضاعفات هذه صارت مصيبه كبيره. نعم. مخاطره واضحه يعني 100%. طب ليش هذا يعني هذه العمليات نحن شو بدنا نسميها، ربط معده ولا تصغير معده؟ لا هذه بنسميها جراحه سمنه نقطه على السطر، لانه كل هذا العمليات العناوين الثانيه هي تدخل ضمن جراحه السمنه، ان كان من الحلقات او من تصغير المعده او من ربط المعده بحدد الحكيم او من تحويل المسار، هذه كلها عمليات سمنه. نعم. فالاهميه بالموضوع انك تختار النوع العمليه من هؤلاء العمليات المتوفره عندنا
يعني مثل واحد عنده بيتشي كبير بيقول والله هدي بدي لهذا المريض بتناسبه هذه العملية. المريض الثاني بتناسبه عملية تانية. فهون أهمية إنك أنت تعرفي كيف تختاري العملية المناسبة للشخص المناسب. نعم. لحتى نعم. تحصلي على النتيجة المرجوة منك. بس الناس الجمهور يعني ما بيعرف هالتفاصيل. هي تفاصيل طبية. لا هلا في شغلة بدنا ناخدها بعين الاعتبار، هون أهمية التخصص بهذا المجال. يلي هو منه مفتوح على كل الناس طبعاً. يعني منا أني قررت بليلة ما فيها ضوء أمر أني والله بدي أعمل عملية جراحة سمنة، يعني بدي يكون في عندي تدريب، بدي يكون في عندي مشاركة بمحاضرات، وأهم شيء التعامل مع المضاعفات. نعم كتير والمفاجآت اللي ممكن تصير معه خلال العملية. كم عملية صرت عامل بحياتك؟ بلا ما بينعدوا ولا بيحصوا. هيدي بين هلالين لازم شير إلها. كمان بلقاء علمي أخير حضرتك حاضرت فيه أو أقمته سميته كوابيس غرفة العمليات أو كوابيس في غرفة العمليات. أنا كشاعرة اعتبرت أنه هذا عنوان قصيدة، فأنه شو كوابيس بغرفة العمليات؟ ليك هل قد في بصير أشياء؟ هي مش المشكلة أنها تصير، المشكلة أنها كيف نتعامل معها. بالضبط. وأني لما بيجي للمريض لعندي بيقول لي حكيم قديش نسبة النجاح؟ بقول له إذا بدك 100% في ربنا سبحانه وتعالى بقول كن فيكون تزبط معه. إذا نحن كأشخاص عندنا خبرة إذا وصلنا لنتيجة 90% شو بتعتبرها؟ مليحة والله مش مليحة؟ بيقول لي مليحة. طيب بيبقى عندنا 10%. هذه 10% يلي هي ممكن تكون كوابيس بغرفة العمليات أو خارج غرفة العمليات. بالحقيقة بالنسبة للمضاعفات يلي احنا منقسمها إلى قسمين، مضاعفات مباشرة ما بعد العملية الجراحية ومضاعفات على المدى الطويل. أنا اخترت الكوابيس في غرفة العمليات يلي هي القصص اللي بتصير معك بغرفة العمليات وكيف ممكن إنك تتعامل معها. الفكرة بالموضوع يلي هي بعلمها للطلاب بقول لهم بشغلة معينة، انك انت عم بتنجز عملية لسبب ما صارت معنا قصة ولازم تتصلح بنفس الوقت. بالضبط. فأنا اللي بقول لهم اياها للطلاب ما تتكل على الله ليعمل لك شغلة انت ما عملتها صح، ما رح يصلح لك هي. بالضبط. فهون أهمية انه أنا لما بتواجه بواقع هل قد صعب كيف اتصرف، بدي اخذ نفس طويل نرجع نبلش ونشتغل على أصولها. نعم. لأنه نحن إذا اشتغلنا الأمور كلها تسوى على أصولها من الأساس رح تطلع عنا نفس النتيجة. بس لما نحن ما بدي يكون في عنا كونسنسوس ثابت بالعمل الجراحي لحتى نحن نوصل لنفس النتيجة، إذا أول شغلة ما إلى منحة تعليمي صحيح، لأنه إن إذا الطالب اللي عندي كل مرة بدي أعمل له عملية بطريقة مختلفة ما رح يتعلم ولا أي طريقة. نعم. بينما لما بيكون في تكرار بالعمل الجراحي بنفس الطريقة لا يحفظ على نفس النتيجة، فهو بنفس الوقت راح تكون عنده الذاكرة راح تكون عنده ثابتة. نعم. لحتى لما بيوصل بأي مرحلة من المراحل راح يشوف الخطأ وين هو بطريقة عفوية. نعم. وراح يصلحه لحتى يوصل للنتيجة الحسنة. طيب توزيع يعني توزيع أدوار فكرة المسؤولية من يتحملها يعني إذا صار في خطأ؟ هذه صحيح المشكلة بالحقيقة. نحن عندنا المريض الحكيم مين؟ في المريض، في المريض وفي المرض وفي الحكيم. الحكيم يعني أنا لما بيجي بياخد بعين الاعتبار جيت عم بعمل عملية لمريض عمره لنفترض 18 سنة. نعم. ما عنده مشاكل قلب ولا ضغط ولا سكري ولا عنده مشاكل نفسية ولا عنده أي مشاكل تانية. الفحوصات اللي عملنا له إياها المتممة ممتازة، النواضير للمعدة كانت ممتازة، عملنا العملية كانت ما في شيء. طيب بيجي لعندك مريض عنده ضغط وعنده سكري، عنده ضيق تنفس، عنده امراض مزمنه، ما لازم اعملها؟ لا مش هيك، بدنا نحضره. بدنا نحضره. بالضبط. فهون اهميه مسؤوليه الطبيب بتحضير المريض. نعم. لانه مثل واحد بده يطبخ طبخه، يعني اذا انا طبخت الطبخه وما عندي كل الاغراض اللي بحاجه لها للطبخه بالضبط تطلع ناقصه، بلا تطلع ناقصه بلاش تطلع نفس الطعمه. فاذا هذه العمليه لنطمن الناس هي امنه ولا ما فينا نقول بالمطلق؟ لا هي جدا امنه إذا عرفنا عند أي حكيم رحنا. مش بس عند أي حكيم، إذا فتنا بالنظام ثابت يلي بيقول لازم تعمل الفحوصات اللازمة، تحدد العملية المناسبة لهذا المريض. بالزبط. والمتابعة، وأهم شيء إنك إنه الطبيب يكون مقتنع إنه اللي قلت له إياه للمريض فهمه. فهمه. بالزبط. إذا أنا أوقات بكتشربه يوم بالملعب مثل ما بقولوا المحكية. حتى أوقات ما بيسمع. في شغلة مهمة مثل ما أنا قلت. بعض الأحيان لما بيكون في عندي مرضى ويمكن المرضى اللي عم يسمعوني رح يقولوا عمل معنا هيك، هي لما بيكونوا بوردر لاين بطلب منهم أنه يجيبوا لي ورقة أنه لا مانع من إجراء العملية من طبيب نفسي. يلا.
يلي هي بأوروبا وبأمريكا ملزمة لكل المرضى مش بس للمرضى اللي هن عندهم مشاكل نفسية معينة. هون أهمية كلمة إلا شغلتين، الشغلة الأولى أنه هو عم يفهم شو عم قل له إياه، والشغلة الثانية أنه هو رح يقوم باللي أنا قلت له إياه. نعم نعم، شكرا جزيلا جدا دكتور بروفيسور حسين مشايمش على كل هالمعلومات المفيدة، وكمان نلتقي بحلقات لاحقة لنحكي كمان عن هذا الموضوع وعن هذا الاختصاص الواسع. بدي أشكرك وأتمنى لك الخير. شكرا لك.